مرحبا بكم. اليوم نادي النصر على 35 نقطة، والتعثر للنصراويين شيء مستحيل. الطائي اليوم فارس الشمال الأشهب اللي عنده 19 نقطة، ميغيل روسو على الطرف الآخر فارس الشمال. المنصور اليوم يشارك أساسي، يلعب الكرة العرضية، العرضية لكنها بعيدة طويلة، عدت إلى خط مرتدة للطاي على اليسار، حاول فيها الآن في قروة البرازيلي، حاول يمر والتغطية خطأ، وفيها بطاقة، فيها بطاقة، فيها بطاقة، التدخل على فيغيرو الأرجنتين. أجمل مواعيد مساء العالمي، أجمل مواعيد، الطريقة برازيلية والأسلوب عالمي. يا تاليسكا، تاليسكا أيقونة الفرح، تاليسكا يكتب المجد الجميل مع فارس نجد، يكتب المجد مع فارس نجد. الله على اللمسة وعلى التفاهم وعلى النقلة، الله يا غنام، الله على تاليسكا. واحدة ثنتين ثلاثة، واحدة من أجمل الأهداف، واحدة من أجمل اللمسات عند الهداف تاليسكا اللي كان فيها. شوف شوف شوف، لعب الكورة، وبالتالي جمال باجندوح يأشر على الكتف، الكرة ما فيها شيء، والخطأ خلاص، أخذ القرار ورا المرمى الشاب أمام بيتي مارتينيز، ركلة الجزاء بيتي، جول، هدف ثاني للنصر، هدف ثاني للعالمي. بيتي مارتينيز بكل أريحية بكل ثقة وضعها على يمين حارس المرمى ليعلن النصر هنا في مرسول بارك الهدف الثاني. شوفوا بيتي مارتينيز وضع الكرة بكل هدوء، بكل هدوء، بيتي مارتينيز سجل الهدف. في الاستلام يحاول يدخل، مر من الأول، محاولة، مر من الثاني، محاولة، الله، الله على أخطر الكرات، الله على موسونا، والله على ردة الفعل من وليد عبد الله. شوفت منصور شمري يأخذ كرة ويتقدم بلمسة، وخطأ لمصلحة فريق النصر، خطأ، خطأ على دينار من أمام خالد الغنام، خالد الغنام، كرة على اليسار للزبيدي، الزبيدي يبحث الآن عن العرضية، لعب العرضية لكن التدخل راح سريع، الغنام، مهاري الغنام، مر الغنام من الأول والتغطية عليه، مر الغنام ولكن عدت، برافو، مر الغنام بمهارة عالية جدا خالد الغنام. يعني هو موهوب الولد، يعني موهوب، هو يحتاج فقط أن يتعب على نفسه هو كثير. راح تاليسكا، مر تاليسكا، مرر تاليسكا والتغطية عليه ابن عبد الكريم، ووصلت سهلة إلى يد حارس المرمى، والخطأ ملعوبة للأمام، تحولت هذه خطيرة، ما بالجول، الجول، محاولة بالك، الله، في المباراة بدأها العازف هذا، هذا هذا الفنان، نقلة رودريغيز، ثنتين ثلاث أربع. شوف بيتي ماذا يفعل في مباراة اليوم، شوف بيتي مارتينيز ماذا يفعل في مباراة اليوم، كانت مهيئة بعد كرة تدخل فيها حارس المرمى، يعني هو بدر من تدخل على تاليسكا في الكرة الأخيرة. عدي عدى بكورتا، رجع مرة ثانية، حاول فيها أمير سعيود، موسونا طويلة عليه شوية، تقدم وعدت إلى خارج أرضية الملعب. ينجح علي لجامي بشكل رائع، بشكل كبير، في هدوء، في استخلاصه، المباراة الأول والعرضية تاليسكا، هذه العرضية، هذا الاستلام، هذا الاستلام، هذه التمريرة رابع، الله، لا يا جماعة النصر غير في مباراة اليوم، كل الجمل التكتيكية والفن والإيمان.
لكن الزبيدي هو من يسدد التسديدة. جميلة جميلة التسديدة، لكن مرت على يمين حارس المرمى، تمريرة على العرضية على الفن على تاليسكا، لعب إلى أمام الزبيدي حولها، محاولة الآن موسونا، موسونا تسديدة ضعيفة وصلت إلى يد على الطرف الآخر، محاولة الأرجنتيني حاول يسدد لكنها ضعيفة. والاتحاد نعم وقدم الفوز، هذه كرة ملعوبة للأمام وخطأ، خطأ لمصلحة فريق النصر. الله على تاليسكا، الله على تاليسكا، راح الغنام، راح الغنام، انطلق الغنام، مهارة الغنام، الله 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 الله، راية 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 توقف كل هذا الجمال، راية توقف كل هذا أمير سعيون يحاول العرضية، المحاولة بالرأس تهيأت وتغطية حسن الجبيري، الآن يبحث عن العرضية، لعب العرضية لكن الأقرب وليد، الأقرب وليد، الأقرب وليد. نعم نعم الأقرب وليد وخطأ. شوف تغيير الاتجاه، استلام بيتي، محاولة تسديدة بعيدة، سكت شوية، وصونا عن العرضية ما بالجول، خطيرة خطيرة الكرة، أخطر كرات بيغيرو الأرجنتيني مرت من أمامه، كور ركلة زاوية لمصلحة الطائي، لعبت محاولة، جول جول للطائي، جول للأشهب، جول لفارس الشمال، لم يرمي المنديل، ها هو حاضر الظهير حسن الجبيري يقلص الفارق في الشوط الثاني، هذا الهدف قد ينقل الطائي إلى محطة ورغبة أخرى، هذه ركلة الزاوية اللعبة موسونا، وهذه رأسية الظهير المتقدم ما كان عنده رقم على الكعب، الله على الغنام، مرروا على العرضية، الرأسية تغطية ما زالت نصروية، ما زالت خطورتها، بيتي لعب الكرة تغطية دفاعية مرة ثانية، راح سيفاز، سيفاز مرر في العمق، محاولة للأمام، زاوية زاوية، أحمد المنصور من بعيد، هذه كرة مرتدة، هذه سريعة، استلام بالصدر، حاول حسن الجبيري، زاوية زاوية زاوية، بدأ يحاول، بدأ يظهر أمير سعيون، رابعة في المشوار، ويا حلو البدايات يا جوناثان، يا حلو البدايات، هكذا يكون الافتتاح وهكذا يكون الختام على أقدام جوناثان، يا حلو البدايات، راح مر جوناثان، مرر الكرة في العمق، خطيرة للنصر والتغطية الدفاعية، المهارة إلى سلطان، الغنام طويلة إلى الأمام، أبو بكر استلم، الله الله أبو بكر، حان وقت الظهور يا فينسنت، أبو بكر يسجل للعالم في مباراة اليوم، يا سلام على استلام وعلى تصويبة تحت أنظار روسو وتحت صيحات الجماهير والعشاق، حان وقت الظهور. مفاتيح الحل لهولندا تيمبر اكي وديونغ حد من خطورة هولندا، وبالتالي اتى هدف تقدم الارجنتين. الفرق ما بين هولندا والارجنتين واحد، ميسي تكتيك بقى فني، ميسي لعيب عنده 4 عيون، 2 في راسه و2 في رجليه، الوحيد اللي 80,000 متفرج موجودين بما فيهم احنا ما شفناش مولينا وهو بيتحرك، ما بصلوش، ما بصش لمولينا وهو بيعمل له الباص، ما بصلوش، وسط 6 لاعبين موجودين في هولندا باصص ناحيه الناحيه العكسيه، انا ما اعرفش شاف مولينا ازاي، ايه الدقه دي، ايه الحلاوه دي، ده انت اعظم لعيب في التاريخ، عشان اللحظات اللي بين زي دي، المباراه اللي زي دي يا عبد العزيز مستنيه لحظه ابداع، لحظه الهام، الاثنين متكافئين، الاثنين متساويين، الفرق يعمله ميسي اللي عنده 2 عيون هنا واثنين هنا. اول سؤال لو انا صحفي اساله، انت شفت مولينا ازاي واديتها له ازاي؟ هذا اول سؤال يسال لي.